صحيح، يعني هو يعني الموضوع فالنهارده بقى الموضوع جدي ما جدا، بقاش وخاصة كمان النهارده النادي الأهلي أعلن عن إصابة محمود كهربا. كهربا، محمود النهارده كهربا كمان كهربا اتصاب. عمل مسحة وكانت المسحة إيجابية، وعشان كده يعني ما حضرش التدريب النهارده، بس إن شاء الله هو ما عندوش أعراض، يعني هو سليم 100%، لكن طبعا موجود حامل فيروس كورونا، وبالتالي في مسحة تانية إن شاء الله لكهربا يوم السبت اللي جاي بإذن الله. أكيد كده كده كهربا ما كانش هيلعب المباراة، يعني كهربا كان موقوف طبعا علشان عنده إنذارين، وبالتالي احنا بس عايزين نطمن عليه، عايزين نطمن اولا على صحته ان شاء الله. المسحه يوم السبت تبقى سلبيه، وكمان يخش بقى ويستعد طبعا لمباراه ان شاء الله، مباراه القمه ما بين الاهلي أفتكر والزمالك. انه يلحق دي المباراه اللي محتاجينها جدا ان يكون أكيد موجود أكيد فيه. اكيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله تبقى يعني المسحه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله تكون شاء سلبيه، الله. ويخش كهربا ان شاء الله في التدريبات. قبل ما نسيب طبعا النقطه دي ونروح لاخبارنا، الفريق الاول بالنادي الاهلي كمان عمل رابيد تيست، يعني النهارده حتى قبل التمرين كان في رابيد تيست اللي هو يعني الاختبار السريع زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا بروتوكول، يعني 48 ساعه قبل اي مباراه رسميه بيعمل النادي الاهلي هذا التيست، الرابيد تيست ده طبقا للبروتوكول الخاص طبعا قبل المباريات الرسميه. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيطالب تاني وتالت ورابع ان اللعيبه تلتزم بالتعليمات الطبيه والاجراءات الوقائيه، مع زي ما قلنا انتشار السريع لفيروس كورونا، وخاصه على مستوى اللاعبين، وبنتكلم وطالبهم طبعا لازم ارتداء الكمامه، الابتعاد تماما عن اي تجمعات، استخدام كل الوسائل اللي تحمي اللعيبه في الفتره اللي جايه. وزي ما قلنا الفتره اللي جايه فتره تحمل مسؤوليه، تحمل مسؤوليه من الجميع، من مسؤولين اعتقد اللجنه الطبيه، والكابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدوره، لكن انا كمان بشدد على اللعيبه، خليكوا يا جماعه بلاش التجمعات، يبقى تدريبك الاجراءات الاحترازيه على اعلى مستوى. احنا شفنا يعني حتى على المستوى العالمي، وشفنا منتخبات ماتشاتها بتقف، وشفنا على مستوى البريمير ليج لعيبه كتيره جدا، كان صلاح والنني والنهارده كهربا، فخلينا كده ملتزمين. وسواريز طبعا قبليها، وكان قبليها كورونا مع رونالدو، فخلينا ان شاء الله باذن الله يعني حريصين جدا جدا الفتره اللي جايه، لان محتاجين كل واحد، محتاجين كل لاعب يكون في افضل حاله بدنيه ونفسيه ومعنويه ان شاء الله يوم 27 ان شاء الله.